أهلا بكم مشاهدينا في موجز الأخبار. قال عضو الأعلى للدولة بالقاسم دبرز إن النائب الأول لرئيس المجلس فوزي العقاب ورئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبد السلام نصية اتفقا على حث غسان سلامة خلال لقائهم به على إعادة فتح مسار المحادثات بين المجلسين. وأضاف دبرز في تصريح للنبأ أن المجلسين لم يتفقا على آلية الاستبدال الرئاسي بآخر جديد من 3 أعضاء، مشيرا إلى أنهم أرسلوا منذ مدة 3 مقترحات لمجلس النواب تتعلق بآلية اختيار مجلس رئاسي جديد، إلا أنهم لم يتفقوا على أي منها. دعت القوات الثامنة المعروفة بالنواصي إلى ضرورة حل كل التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس وإدماج عناصرها الراغبين في الانخراط في المؤسسات الأمنية والشرطية والجيش. كما طلبت القوة في بيان لها بمحاسبة من سمتهم بدواعش المال العام وتحقيق مع كل من تورط بسرقة مال الليبيين وتقديمه للجهات المختصة. كما رحبت بالهدنة والاتفاق الذي جرى بين بلديات سوق الجمعة وتاجورا وترهونة ولواء الصموت. ودعت القوة البعثة الأممية والمجلس الرئاسي المقترح إلى الاستعجال في تنفيذ الترتيبات الأمنية، معبرة عن رفضها لكل التشكيلات المسلحة بالعاصمة إلا ما سمي الجيش والشرطة. دعا مجلس البحوث والدراسات الدينية بدار الإفتاء وزير التعليم بالحكومة المقترحة وكافة المسؤولين للإيقاف الفوري للإجراء المتعلق بمنع تسجيل طلبة التعليم الديني. أعرب المجلس في بيان تحصلت أنباء على نسخة منه عن رفضه لما صدر عن وزارة التعليم بالحكومة المقترحة من توجيه إلى مكاتب التعليم بعدم قبول طلبة التعليم الأساسي الديني لهذا العام. ودعا مجلس البحوث إلى إعادة تفعيل إدارة التعليم الديني باعتبارها أداة مهمة لتسيير المجال التعليمي، مؤكدا أن منع التعليم الديني الإلزامي مخالفة للأمر الشرعي وفق البيان. قال مراسل النبأ في طبرق إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه، فيما فقد آخر بمنطقة المخيلي جنوب مدينة درنا جراء السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة. وتداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر السيول التي اجتاحت المنطقة خاصة بوادي الرملة وتسببت بغرق المنازل والسيارات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.